بسم الله الرحمن الرحيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. كنصبروا راسنا والعائله ديالو الصغيره والكبيره. الانسان اللي عطى الشيء الكثير للرياضه المغربيه والفريق الرجاء البيضاوي، المسؤول اللي ما كيبخل حتى بشي حاجه، المسؤول اي الصديق فيه الاخ فيه الصديق فيه الاب، الله يرحمه ويوسع عليه. نتمنى من الله سبحانه وتعالى بانه يرزقه ان شاء الله رزق متوال الجنه ان شاء الله. احسن لي الشرف بانني خدمت معاه واحد الفتره اللي هي قصيره في فريق الرجاء البيضاوي. عرفت السيد عن قرب، عرفت السيد بانه مسؤول كبير عطاء للرياضه. الذكرى اللي كتجمعني به هو نهار جيت لفريق الرجاء البيضاوي، اي كان واحد النهار اللي هو مزيان. انسان اللي ما عمرك ما تسمع منه كلمه العيب، انسان اللي كما كنقولوا كيدير الخير، انسان اللي كيبغي الكره وكيبغي الرجاء بزاف وكيبغي الرياضه، وما عمرك ما تسمع كلمه العيب منه. الحاجه كنخدموا التعازي ديالنا للاسره ديال رشيد بوصيري الصغيره والاسره ديال الرجاء الكبير ديالو الكبيره هي الرجاء. بالنسبه للسؤال ديال كتولي الذكريات هو بالنسبه لاكثر من اكثر ولا اكبر من مسيرين اللي متوج بالالقاب هو رشيد بوصيري في المغرب. اللي غتقول لي الذكرى ديالي ما هو ذكريات كبيره، لان صراحه لا لاكوب ديال تونس ولا البرازيل ولا بزاف الحوايج كنا معاه، ولا انا كي قلت لك ونعم الاخ. لا تجد على رشيد كي قلت لك دائما تنقول لك نعاودها، خاص كتاب، ماشي ما يمكنش انا ندوي عليه في جوج كلمات. واللي من هذا المنبر تنقولوا تاع البركه في راس العائله ديالو الصغيره، ولينا اللي ولينا راجعوا. عزاؤنا واحد في المرحوم السي رشيد البوصيري، كنتقدموا بالتعازينا الحاره للاسره الصغيره ديالو والاخوان ديالو والعائله ديالو والعائله الكبيره الرجاويه. فهو انسان طيب خلوق خدوم لفريق الرجاء البيضاوي. انا شخصيا هو السبب الرئيسي ديالي باش التحقت فريق الرجاء البيضاوي. شهدنا معه الحمد لله قمه التالق، جميع البطولات، كاس العالم للانديه، كاس العرش. الحمد لله انسان طيب خدم الفريق ديالو بصدق وبنيه. فهذا المنبر ديالكم كنتمنى جميع المغاربه يترحموا عليه، والله يعطي الصبر للعائله ديالو كما قلت لك الصغيره والكبيره. رشيد البوصيري الله يرحمه، فكان دائما هو السباق انه كيدافع على المصالح ديال فريق الرجاء البيضاوي. عطى الشيء كثير يعني للفريق. الله يرحمه ويوسع عليه، وكنطلبوا الصبر للعائله ديالو، وحنا كيتسنى انا ندعو ليه بالمغفره والله يرحمه ان الله وان الله راجعون. هادشي اللي يمكن لي غادي نقول على يعني واحد السيد اللي انا عاشرته، كنظن يعني كان دائما كيبغي مصلحه الفريق الرجاء البيضاوي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.